بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكيم الأنف والأذن. زي ما بنقول دايما، مواعيد حلقاتنا كل يوم سبت الساعة 5 بعد الظهر، وبفكركم برضو دايما كل مرة بمراكزنا المنتشرة داخل وخارج مصر. داخل مصر، المركز الرئيسي في 85 شارع السودان في المهندسين، والمركز الرئيسي في الشيخ زايد في المركز الطبي في توين تاورز على المحور المركزي. بفكركم برضو ان عياداتنا منتشرة ومراكزنا منتشرة في كل انحاء مصر، سواء كان في وجه بحري في دمنهور في شارع عبد السلام الشاذلي، الى جانب في الصعيد طبعا الاقصر واسوان، الى جانب طبعا في الوادي الجديد في الداخله اللي لسه راجعين منها، يا دوبك ما كملناش يومين ثلاثه. خارج مصر بنروح زيارات تقريبا كل شهرين، وان شاء الله كل شهرين بنروح السودان في الخرطوم في مستشفى يستبشرون، وان شاء الله الزياره الجايه باذن الله اخر الشهر ده يوم 28 ويوم 1 و2 و3 شهر 3 باذن الله. نبدأ حلقتنا، وبفكركم قبل ما نبدأ بإن احنا بنستقبل كل تليفوناتكم ورسائلكم وكل استفساراتكم على الصفحة عندي مركز الشخير دكتور هشام إبراهيم، اللي بستقبل فيها وبجاوب لكم بصفة شخصية الـ 24 ساعة عن كل اللي بيدور في مخكم والأسئلة اللي انتوا عايزين تسألوا عليها. النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة طويلة، ثلاث حالات مهمين جدا جدا، عشان كده حلقة مكدسة وحلقة مهمة جدا، ونبدأ بيها ونقول مشاكل اللوز عند الأطفال ما بتنتهيش، وخاصة في أول 5 سنين، لأن دول الحقيقة أصعب 5 سنين في عمر الطفل. مش هنقول عشان الفترة دي فترة قلة مناعة وفترة مش عارف لا لا لا، احنا هنقول إن الفترة دي فيها مشاكل كتير جدا لسببين أساسيين. السبب الأساسي فيها إن كتير جدا من الأمهات بتبقى فاكرة إن طالما الطفل يبقى بيشتكي بأي حاجة يبقى لازم يروح لدكتور أطفال. طب إزاي؟ طب ما احنا نسألكم سؤال مهم جدا، يعني لو الطفل ده ابتدى يشتكي مثلا بعينيه عندنا لازم يروح لدكتور رمد، لو اشتكى بحاجة في العظام يروح لدكتور عظام، لو اشتكى بحاجة في قلبه يروح لدكتور قلب، طب لو اشتكى بحاجة في مناخيره يروح دكتور أنف وأذن، لو اشتكى بحاجة في حلقه يروح دكتور أنف وأذن، لو اشتكى بحاجة في ودنه طبعا يروح لدكتور أنف وأذن. الحقيقه كمان ان في مشكله كبيره جدا، ان 90% من مشاكل الاطفال في السن دون بتبقى مركزه في حاجتين، البرد والانفلونزا، وده خاص بالانف والاذن لان ده في الانف، الى جانب طبعا ان السخونيه اللي تبقى موجوده في الحلق نتيجه التهاب الحلق ونتيجه التهاب اللوز. عشان كده بنسمع كتير جدا امهات تقول وشخصوني حساسيه في الجيوب الانفيه. الحقيقه الكلمة حساسية في الجيوب الأنفية دي، ده الحقيقة مصطلح غير طبي، مفيش حاجة اسمها حساسية في الجيوب الأنفية. إلى جانب بقى طالما التشخيص بقى خاطئ العلاج بيبقى خاطئ، ندي بخاخات، ندي نقط، ندي مية بحر، ندي مية بملح، ندي مش عارف حاجات الحساسية، ندي كورتيزون، ندي حاجات لمدة 6 أشهر، الحقيقة كلام الحقيقة الواحد بيسمعه بيزعل جدا. طب هو السؤال، هل في مشاكل تاني للأطفال غير مشاكل اللوز واللحميه؟ طبعا عندنا مشاكل حقيقه مهمه جدا للطفل في الفتره دي، اللي هي مشاكل التاخر وضمور المخ. المشكله دي الحقيقه مشكله بتواجه كتير جدا من اطفالنا، وخاصه ان المشكله دي بتبقى محتاجه كونسلتو من الاطباء، مجموعه من الاطباء كلهم يشتركوا مع بعض لعلاج هذه او هذا المشكله، وكمان بتبقى محتاجه مركز متخصص. ليه؟ مركز متخصص لان هذا الطفل اللي عنده تاخر، عنده ضمور في المخ، بيبقى طبعا الحالات دي بيبقى معاها تاخر في الكلام، فبيبقى محتاج جلسات تخاطب، بيبقى معاها مشاكل في السمع، فبيبقى محتاج قياسات سمع مهمه جدا، وفي نفس الوقت تركيب سماعه. ويبقى الولد دون او الطفل ده عنده تاخر في النمو، فبيبقى محتاج جلسات تنميه مهارات وكورسات مخصوصه الام تتعلمها، بحيث ان هي تقدر تواكب او تمشي مع الطفل اول 5 سنين، الى جانب طبعا ضمور في المخ، وبيبقى محتاج دكتور مخ والاعصاب. طبعا مش كده وبس، حالات التاخر بيبقى معاها كتير جدا حالات عيوب خلقيه. يعني ايه عيوب خلقيه؟ يعني هذا الطفل اللي عنده تاخر عاده بنبص نلاقيه السمع بتاعه ضعيف جدا،
عنده مشكله في العصب السمعي، اللسان بتاعه متضخم، اللوز عنده متضخمه هي واللحميه، عنده مشاكل في سقف الحلق سواء كان مشقوق ناحيه او ناحيتين، عنده مشاكل في الشفه اللي هي بتبقى مشقوقه وبنسميها الشفه الارنبيه. عشان كده بفضل ربنا مركزنا مجهز لعلاج كل الحالات دي على بعض. بمعنى ايه؟ عندنا فحوصات لازمه جدا ومهمه جدا، زي مناظير، زي فحوصات سمع، زي اختبارات ذكاء، زي علاج تخاطب، زي علاج تنميه مهارات. مش هطول عليكم. على العموم معانا حاله النهارده مهمه جدا، حاله النهارده اسمها اسراء، عندها 3 سنين ونص، والدها ووالدتها الحقيقه ذاقوا الامرين زي ما بيقولوا، لفوا على دكاتره كتير جدا، وللاسف عشان المشكله دي بتبقى محتاجه كذا تخصص، فعقبال ما يروح لواحد يوديه للتخصص الثاني يوديه للتخصص الثاني، فتاهوا الحقيقه، وكانت في مشكله جدا لدرجه ان المشكله الاساسيه كان عند الطفله دي مشكله اللوز واللحميه اللي محدش كان عايز يعملها لها، لدرجه ان على حد قول الام كانت بتقول بنتي كانت بتنام بالليل مخنوقه لدرجه ان افتكرها ان هي ماتت. ليه؟ كانت بتفقد النفس فترات طويل جدا، على راي قول الام 5 دقائق، وده طبعا شيء مش منطقي. على العموم انا مش هطول عليكم، نشوف شكوى الام بتقول ايه على بنتها ونرجع لكم مره تاني. قولي بقى يا ست الكل، مالها اسراء؟ اسراء يا دكتور عندها لوز ما تقدرش تتنفس. زورها مقفول على طول. اسراء عندها قد ايه؟ 3 سنين. وبقى لها 3 سنين تعبانه باللوز؟ اللوز عاملها ايه؟ عاملها خنقه وعاملها ضيق في مناخيرها. اسراء بتنام بالليل كويس؟ لا طبعا. ازاي؟ بتعيط بالليل ياما، تقوم على خنقه كده في زورها وما بتقدرش تتنفس، ممكن تقعد 5 دقايق ما تسمعش صوتها خالص، وتيجي وجايمه مره واحده كده فاجأة ما بتقدرش تتنفس وفاتحه بقها. 5 دقايق في توقف نفس تقريبا 5 دقايق. تحس ان هي ماتت. ماتت وخلاص، ان هي ازاي كده تصحى وتقوم تعيط ومش قادره لا تشرب. صوتها ده انا سامعه وانا قاعد قدامها بالليل، بيبقى صوتها كده؟ لا طبعا اكتر. اكتر من كده؟ اكتر. وعلى طول فاتحه بقها بالمنظر ده؟ طب ما عملتلهاش العمليه ليه؟ والنهارده عندها 3 سنين ونص. ما عملتلهاش العمليه، خدتها الدكاتره ياما كشفوا عليها وقالوا ما ينفعش، دي خدتها من زمان، يقولوا عندها 2 سنين ما ينفعش دي تستحمل بنج، والدكتور عندها 3 ما تستحملش، لازم تكمل ال3.5. طب ما هي 3.5 برضه، ما حدش راضي يعملها لك لغايه دلوقتي ليه برضه؟ يعني قالوا عندها تاخر وعندها نسبه ضمور وما نقدروش نجي يمها نخاطر بحياه طفله زي دي. احنا طبعا كشفنا عليها وكشفنا على وجهها، لان عندها ضعف في السمع بعد ما عملنا لها المقاييس، ولوز ولحميه طبعا فظيعه، هنعمل لها العمليه ان شاء الله النهارده ونشوف سمعها وان شاء الله تتحسن وتبقى كويسه. طبعا قدامنا شايفين البنت لوزها شكلها عامل ازاي؟ فظيع طبعا، وبلغم فظيع عندها. ايه رايكم؟ انا حاسس الام بتبالغ شويه، بتبالغ ان البنت بتتخنق بالليل، انا حاسس الام بتبالغ ان بنتها حاسه ان هي ماتت، وان هي وهي وهي. الحقيقه زي ما انا معودكم دايما كل حاجه عندنا بنفرجها لكم بنسمعها لكم. الام الحقيقه كانت شاطره جدا، صورت لي بنتها وهي نايمه، انا عايز افرجكم على صورة البنت، صوت شخيرها، صوت خنقتها وهي نايمة، ونرجع لكم مرة تاني. ايه رايكم؟ السرعه ولا عمرها ما تكذب ابدا. شفتوا صوت البنت شكلها عامل ازاي؟ شفتوا خنقتها شكلها عامل ازاي؟ شفتوا كميه الاكسجين اللي ممكن تاخدها البنت وهي نايمه؟ كميتها قد ايه؟ ده الضمور اللي عندها ده عمره ما يتحسن طالما ما فيش اكسجين اساسا داخل المخ بالمنظر ده، ومشاكل اكتر واكتر واكتر. الحقيقه ربنا وفقنا ان احنا عملنا البنت اللوز واللحميه، وشفطنا لها ميه في ودانها وركبنا لها انابيب. طبعا بفضل ربنا اولا، ثم بفضل دكاتره التخدير الممتازين الحقيقه اللي بيشتغلوا معانا، عملنا للبنت الكلام ده كله. والحقيقه السؤال اللي كلنا بنستناه، البنت اخبارها ايه؟ هل البنت اتحسنت؟ هل البنت اتحسنت بالنسبه للام زي ما هي انا عايزه اتحسن بالنسبه لي؟ يعني الصوت راح،
الحقيقه من كتر ما كانت بفضل ربنا النتيجه كويسه قوي، انا صورت البنت بعد العمليه ما فيش بنص ساعه، لان البنت قبل وبعد العمليه بنص ساعه فرقت تماما. صورناها وصورنا فرحه الام ببنتها بعد نص ساعه من العمليه وبعدين بعد اسبوع. نتفرج كده على البنت بعد نص ساعه وبعد اسبوع ونرجع مره تانية. في كانت ما بتعرفش تاخد النفس دلوقتي بقت حلوه، يعني ليها نص ساعه طالعه من العمليه وقلت لك اتحسنت 50% 60% اسراء، مش يوم ولا اتنين، لا ده اسراء ما بقالهاش نص ساعه طالعه من العمليه والحمد لله، يعني لسه بتفوق من البيت. صوت نفسها، صوت نفسها ارتاح وهدت، وكان الصوت كان عالي خالص والحمد لله صوتها خف خالص والحمد لله. كم اللوز ده واللحميه دي لما تخرج من بق اسراء ومناخيرها نشوف ايه النفس. الحمد لله هدي، الحمد لله ان شاء الله. يلا الحمد لله على سلامتها يا ماما، الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. والله يا اموره والله حلاوت، ايه رايك بقى؟ لا الحمد لله يا دكتور حلاوت والله يا دكتور، انا من مصدقه ان بنتي ردت حلوه تاني وربنا شفاها. كل ما اروح لدكتور يقول لي بنتك ما نقدرش نخاطر بحياتها تموت تحت البنج وكده، ودكاتره تقول لي تعمل ان هي تقول عندها نسبه انيميا عاليه لما تتعالج. وكل ما اروح لدكتور يسددها في وشي. طب اشمعنى عملتيها عندي؟ لان الدكتور امتياز وشفت حالات ياما على التلفزيون. ربنا يكرمك. ولقيتهم العمليات نجحت وحلوه وبانا. محدش راضي يعمل لك العمليه؟ كل ما ناخد الاشعاعات والتحاليل والدواء بتاعها وعلاجها المستورد يقولوا لا ابعد عننا البنت دي، ما نقدروش. ما نقدرش نعمل لبنتك عمليه، بنتك تعبانه. ما تخاطروش بحياه طفله زي دي. والحمد لله. فرحانه بيها؟ الحمد لله، كفايه بس بتشرب ميه حلوه تنزل من بقها كده. بتاكل الحمد لله وفرحانه، فرحانه قد الدنيا. طمنا بقى على اسراء، اخبارها ايه بعد العمليه باسبوع؟ بعد العمليه باسبوع الحمد لله بقت تنام طبيعي خالص وما بقاش لها اي نفس خالص، والحمد لله الموضوع اتغير 100%. الاول قبل العمليه كانت بتنام ما كناش نعرف انها من صوتها. ما تعرفش ايه؟ ما نعرفوش انها من صوتها. من صوت البنت؟ فتح حركها ومش عارفه تاخد نفسها وزي اللي يكون حد خانقها كده وبتشخر بصوت عالي خالص. ده قبل العمليه. فلما جينا عملنا العمليه عند حضرتك وتمام يعني ظبطت الدنيا، من ثاني يوم او ثالث يوم بدات النتيجه بتاعتها. الحمد لله. سمعيني مامتها بقى صوتك، قولي لي اخبارها ايه؟ ازيك يا دكتور اولا؟ والحمد لله يا دكتور اسراء اتحسنت 100%، اسراء كانت انت بتضحكي عليا، يعني انت عايزه تبينين ان هي يعني عشان يعني بصورك وتقولي لي وبتجامليني؟ لا والله يا دكتور لو بجهلك ما كنتش جبت خالتها معانا وبتكشف عند حضرتك، ما كنتش جبتها معايا. ربنا يكرمك. شكرت في حضرتك والله يا دكتور. ربنا يكرمك. طمنيني على اسراء. اسراء الحمد لله اول حال ان هي نامت ونايمتنا فرحه، احنا ما كناش بننام يا دكتور. انا وبابا كنا نتبادلوا عليها شينا طول الليل من تعبها. زياده عن كده دكتور ان السخونيه راحت من عندها من بعد العمليه بيوم ولا اتنين، والحمد لله حسيت بحال بنتي الحمد لله اتحسنت ومفيش سخونيه ومفيش كتمه في مناخيرها ولا في زورها والحمد لله يا دكتور. انت مبسوطه بيها؟ مبسوطه، ده انا اشد من انبساط يا دكتور، ده انا فرحانه جد الدنيا الحمد. يعني تنصحي بيه اي حد عنده بنت زي اسراء بنتك بالتعب اللي كان فيها؟ ننصحه يروح للدكتور هشام ابراهيم والله. لا مش قصدي، انا قصدي بس يعني تكشف ولو في حاجه تتعمل عمليه تتشال. ما يسكتش على بنته ولا ابنه فورا يعمل لها العمليه. انت ما كنتوش بتنوع؟ والله العظيم ما كنا نعرف انها من صوتها ومن خنجة نفسها، كانت حاجه كده يا دكتور زي اللي يكون واحد خانقها كده مش عارفه تاخد نفسها. طبعا اسراء هنكمل معاها بقى، نشوف نعمل لها اختبار الذكاء وهنعمل لها ان شاء الله بقى لو محتاجه اي حاجه باذن الله، وهنتابعها لغايه ما ترجع احسن من الاول ان شاء الله. يا دنيا اتغيرت خالص، معلش. وما بكم من نعمة فمن الله. الحقيقة برضو أنا مش مصدق الأم ولا مصدق الأب، بيبالغوا جدا يا جماعة. طب ما تيجوا طالما بيبالغوا كده نتفرج على إسراء وهي نايمة بالليل ونقارن صوتها ونقارن شخيرها ونقارن فتحة بقها قبل وبعد العملية، نشوف كده إسراء بعد ما عملت العملية شكلها عامل ازاي. بس خدوا بالكم الفيديو ده بصوت، يعني انا لما اتفرجت على الفيديو افتكرت ان هم قاطعين الصوت، لكن فعلا
اتفرجوا كده ونرجع مرة تاني ونشوف صوت إسراء بعد ما عملت العملية أخبارها إيه. صدقوني الفيديو ده بصوت البنت نايمة ما شاء الله، ما فيش صوت نفس خالص. بقول مرة تاني، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا من فضل الله علينا، الحمد لله. نرجع بقى للحالة التانية بتاعتنا المهمة جدا، وبنتكلم النهاردة عن موضوع الليزر. الليزر يا دكتور هشام، طبعا كلنا بنسمع كلمة الليزر وبنسمعها خاصة في تخصصين مهمين جدا، اللي هو الرمد والأنف والأذن. النهاردة عشان كده والحقيقة لما بنسمع كلمة الليزر بنطمن، لان فعلا كلمة ليزر معناها ان احنا بنشتغل او بنجيب او بنشتغل باحدث اجهزة تقريبا وصل ليها العلم الحديث زي ما بيقول. وانا الحقيقة فعلا متفق معاكم كلكم في كده، ان فعلا الليزر من اكتر الحاجات اللي عملت لنا طفرة في الشغل بتاعنا، بتكلم كمان على الانف والاذن. عشان كده كتير جدا من العاملين يجي يسألوا لي، يا دكتور هشام انت هتعمل لنا العملية بالليزر ولا بالجراحة العادية؟ عشان كده النهاردة احنا هنتكلم على الليزر في موضوع الانف والاذن والحنجره. الليزر يا جماعه هو عباره عن مشرط جراحي، مشرط جراحي بس عباره عن شعاع، والشعاع ده هو بيقوم مكان المشرط الجراحي. الله، كلمه مشرط يعني كلمه خطيره جدا. عشان كده كتير جدا قبل ما حضرتك تسال الدكتور وتقول له انت هتعمل لي بالليزر ولا بالجراحه، لازم تبقى انت تساله الاول هل حضرتك مؤهل للشغل بالليزر ولا لا، لان الليزر ده خطير جدا، لان هو عباره عن شعاع مشرط، وهذا الشعاع خطورته ان هو مش باين. يعني انا لو في ايدي جهاز ليزر بالمنظر ده وبحركه كده، حضرتك مش هتشوف الشعاع. عشان كده انا لو جبته في عينك ممكن العين تروح وحضرتك مش واخد بالك، لان الشعاع اساسا مش باين، وهي دي خطورته الحقيقه. عشان كده بنقول ان اي حد يستخدم الليزر لازم تتوفر فيه شروط. اول شرط ان هذا الطبيب يكون مؤهل علميا، اقل ما فيها ياخد دبلومه في الليزر. طبعا مش هنقول دكتوراه ولا كلام من ده، اقل حاجه يكون دبلوما. جنب كده لازم المكان نفسه يكون مجهز لاستقبال، وما فيهوش يعني مجهز ان الليزر نفسه ما يحصلش انعكاسات في الحجره، وده بطريقه محدده. تالت حاجه، لازم جهاز الليزر يبقى جهاز محترم وجهاز براند، يعني ليه اسم وليه سمعه. والحمد لله بفضل ربنا مركزنا مجهز باحدث اجهزه الليزر، اللي كانت احنا وبنقول بفضل ربنا ان احنا من اوائل المراكز اللي كان لها السبق في العمل واستجلاب احدث اجهزه الليزر. اقول لكم من اكتر من 20 سنه، سواء كان على فكره ليزر جراحي او ليزر علاجي. السؤال، بتقول لي مشرط يا دكتور، يبقى احنا السؤال المهم، الليزر هنعمل بيه ايه ونشتغل بيه حالات ايه؟ الليزر يا جماعه زي ما بنقول عبارة عن شعاع أو مشرط دقيق جدا. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا بستخدمه في حالات دقيقة. زي إيه مثلا؟ عمليات الشخير اللي بنعملها، مش بنعمل تجميل في سقف الحلق، مش بنعمل تجميل في اللهاه، محتاجين حاجة عارفين ريشة الريشة أو فرشة الرسام وهو بيرسم خط وبيرسم خطين، إحنا بالظبط الليزر في إيدينا بنعمل بيه كده، بنتحكم فيه بنقطة أو جزء من الملي، تمام؟ فده مهم جدا، فبنستخدمه في حالات الشخير، في تجميل سقف الحلق والهاء، بنستخدمه في حالات اللوز، لان من ميزات الليزر ان هو بيقطع وبيلحم في نفس الوقت. في حالات اللوز اللي هي بيبقى فيها مشاكل نزيف ومشاكل سيوله، بنستخدم الليزر في كده. بنستخدمه كمان في الناس الكبار في السن اللي هم ما يقدروش يتحملوا بنج، ضغط وسكر ومشاكل في القلب، فبنستخدمه ببنج موضعي، بنعمل لهم عمليات الشخير واللهاء الى جانب عمليات الانف، سواء كان تضخم في الغضاريف او في لحميات او في اورام بنستأصلها او بناخد جزء منها، الى جانب طبعا عمليات الحنجره اللي هي اللحميات على الحنجره. بنستخدمه كمان في عمليات اللسان المربوط. كتير جدا الناس تيجي تقول لي الطفل لسانه مربوط وما بيقدرش يخرج لبره وبيعوق كلامه. بنستخدمه الطفل وهو قاعد في ثواني، مش هقول في دقائق، بنكون ولا دم ولا تخدير ولا اي حاجه خالص. الى جانب طبعا في الغدد اللعابيه بنستخدم الليزر فيها وبيجيب نتائج فوق الممتازه.
ده الليزر الجراحي. امال الليزر العلاجي ايه؟ ايه يا دكتور هشام؟ هو في ليزر جراحي وفي ليزر علاجي؟ اه طبعا. امال ايه؟ ما احنا بنقول المراكز المتخصصه لازم بتبقى مجهزه بكل انواع الليزر واجهزه الراديو كمان. الليزر العلاجي ده يا جماعه مهم جدا، ومركزنا الحمد لله من المراكز اول المراكز اللي استخدم جهاز الليزر العلاجي كمان من اكتر من 20 و25 سنه. الليزر العلاجي هو ليزر بالظبط زي الليزر الجراحي، ولكن قوته ضعيفه جدا، وبنستخدمه في حالات مخصوصه ما ينفعش نستخدم الا الليزر العلاجي. زي ايه؟ زي حالات العصب، شلل العصب السابع. شلل العصب السابع الحقيقه من الحالات اللي كانت بتعمل لنا مشاكل كبيره جدا، نتيجه ان العصب بيحصل له شلل او ضعف فيه، فالوش بيتعوج. والحالات دي كان بيستحيل علاجها من غير وجود الليزر. كالعاده يا جماعه زي ما عودتكم دايما كلامنا بناكده بحالات. النهارده معانا حاله مدام ناديه الحقيقه جات لي من اسبوعين، خدت دور برد شديد جدا في ودنها وفي جنب وشها، عمل لها شلل شلل بسيط طبعا او ضعف في عضلات الوش نتيجه التهابات في العصب السابع. الحقيقه مدام ناديه جات لي بسرعه جدا بعد 3 ايام من ما حصل لها الشلل. انا مش عايز اقول لكم قالت ايه، ولا شكل وشها ايه، ولا عينها شكلها عامل ازاي، ولا بقها عامل ازاي، ولا الاكل كان بيقع من بقها ازاي والميه. نسمع كلامها ونرجع لكم مره ثانيه. ازيك يا مدام نادي؟ الحمد لله. احكي لي كده، انت قولي لي كده من اسبوع تعرضت البرد ولا ايه اللي حصل؟ عينيا دمعت كده بحرقان، وعطش شويه كده، بقيت عطس. انت ايه بقى، ايه حكايه بقك وايه حكايه وشك وايه حكايه عينك؟ بعد كده لقيت نفسي مش قادره يعني اشرب الميه، تقع من بقي، اكل اللقمه تقع برده من بقي، وحسيت ان بقي يعني مش مظبوط كده، اتعور شويه. وعينك؟ وعيني حرقان ودموع على طول فيها. وودانك فيها مشاكل؟ وداني بتوجعني برده، ودنك وجعتك. انت تعرضتي لبرد، وقفتي في هواء، وقفتي تقريبا. شفت، ما دي مشكله العصب السابع، ان دايما بيبقى الناس ما بتبقاش واخده بالها منها، بالذات في الشتاء. بيبقى واقع في برق، في دفقه، نايم، وفجاه يفتح شباك ويقف، تجيله برد في الودن ويحصل التهاب طبعا في الودن، والالتهاب ده بيأثر على العصب السابع. انا عايز اشوف بقى كده، وريني كده، غمضي عينيكي الاثنين جامد جامد. ايوه، هنشوف طبعا الناحيه اليمين طبعا دي هي المتأثره جامد، دي كويسه جدا. انفخي بقك كده جامد برضو، الناحيه طبعا الشمال عندها كويسه، انفخي قوي قوي هنا طبعا، هتبتدي الهواء يطلع. وريني اسنانك برضو. ايوه ايوه طبعا. طيب احنا طبعا زي ما انت عارفه، انت جالك الموضوع ده زمان قبل كده؟ مره قبل من كام سنه؟ يعني من 6-7 سنين. من 6-7. عندك ضغط ولا سكر ولا حاجه؟ عندي ضغط وسكر. وشك تعوج بقاله قد ايه؟ 3 ايام. من 3 ايام طبعا. 3 ايام ده طبعا يعتبر برضو وقت الى حد ما طويل شويه. عشان كده احنا بننصح اي حد يجي له العصب السابع جري على دكتور الانف والاذن، عشان نبتدي ندي له علاج بجلسات الليزر اللي هي بتقلل التهاب العصب السابع اللي جوه الودن. تمام؟ اديكي 10 جلسات يوميا، كل يوم جلسه. طبعا بدانا على طول جلسات مع مدام ناديه على طول، من وهي قاعده، ما استنتش لتاني يوم على طول، وانت قاعده لازم تاخدي اول جلسه على طول. وفعلا بدات معانا والتزمت. انا عايز الحقيقه افرجكم على الصور بتاعت مدام ناديه وهي بتاخد الجلسات عشان نعلق عليها. نشوف الصور كده، ادي طبعا دي مدام ناديه وهي قاعده، وده جهاز الليزر يا جماعه. جهاز الليزر ده جهاز ليزر مخصوص لحالات العصب السابع اللي بتبقى موجوده بسبب الودن، التهاب العصب السابع داخل الاذن. فده جهاز مخصوص، غير ما ينفعش نستخدمه في اي حاجه غير في العصب السابع. الصوره اللي بعد كده برضو نفس الكلام، وهي بتاخد الجلسه قاعده، يعني قاعده عاديه خالص، ما فيش وجع، ما فيش الم، ما فيش التهابات، ما بتتالمش ولا اي حاجه خالص. يا دوبك حاجه محطوطه جوه الودن، والشعاع بيدخل يعمل الوظيفه بتاعته على داخل الودن على العصب السابع على طول. الصوره اللي بعد كده ادي هي بتنفخ بقها وودنها معوج برضو. الصوره اللي بعد كده دي برضه هي بتقفل عينيها وباينه. الكلام ده كله نرجع بقى مره تاني، الكلام زي ما بنقول الجهاز بدون الم، بدون وجع، بدون اي شيء خالص. الحقيقه انا عايز افرجكم على مدام ناديه بعد اسبوعين، بعد تقريبا 10 جلسات او 12 جلسه، كل جلسه بتاخد لها تقريبا ربع ساعه.
نشوف مدام ناديه وشكل التحسن بتاعها، هل اتحسنت 100% ولا اتحسنت 70%؟ لان هي دي خطوره العصب السابع، لما بيحصل فيه مشكله ويحصل ضمور بيمسك ما بيرجعش مره تاني. نشوف مدام ناديه ونرجع تاني. اهلا يا مدام ناديه، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ طمنيني، بعد بقى خدنا اسبوعين جلسات دلوقتي. كويس جدا الحمد لله. ها طمنيني اخبارك ايه؟ خدنا جلسات ليزر على العصب السابع اللي كان عامل لك مشكله. كويس. قولي لي بقى انت حاسه بايه دلوقتي بعد اسبوعين جلسات ليزر؟ الحمد لله، البركه في ربنا وحضرتك. كويس جدا الحمد لله. في اي شكوى؟ لا الحمد لله. مفيش اي حاجه؟ لا الحمد لله. عينيكي بتدمع زي زمان؟ لا مش مفيش دموع ولا اي حاجه. عينيكي بتحرقك زي زمان؟ لا زي من اسبوعين الحمد لله. طب وبقك والميه اللي كانت بتنزل؟ لا مفيش، ده كله الحمد لله. لا وريني بقى، وريني بقى كده. ايوه غمضي عينيكي جامد جامد زي المره اللي فاتت. ايوه زي غمضي عينيكي. لا ده فرق جامد عن المره اللي فاتت، الاثنين زي بعض بالظبط اهو. ده تحسن 100%. الحمد لله. كويس جدا. انفخي لي بقك، انفخي بقك وريني كده. جامد جامد تمام. كويس قوي، كويس جدا. وريني اسنانك. فرق جامد، فرق جامد. نحمد ربنا الحمد لله. راضي عن التحسن؟ طبعا الحمد لله. الحمد لله. انا شايفك كويسه جدا. خلاص هنوقف الجلسات كده اسبوعين جلسات. كويس قوي الحمد لله والشكر لله. تمام تمام. الف سلامه عليك. شكرا ليك يا دكتور. الف شكر. ربنا يكرمك. عايزه تقولي اي حاجه تاني؟ ربنا يخليك يا دكتور. ماشي ربنا يخليك يا رب. الف سلامه عليك. الف سلامه. الف سلامه. نرجع بقى ونقول اخر حاله من حالاتنا النهارده، حاله مهمه جدا. بنقول اطفالنا سمعهم مهم جدا يا جماعه، لكن هل معنى ان احنا اطفالنا السمع بالنسبه لهم مهم الكبار نسيبهم؟ لا ده، لكن ده ده معناه ان الكبار ما لهمش ولا ما نفسهمش ان احنا نحسن سماعهم. الحقيقه الكبار دول علينا، ليهم علينا حق، وخاصه لما يبقى ضعف السمع دون بسبب ايه؟ معاه وش ومعاه طنين ومعاه ضعف سمع، مشكله كبيره يا جماعه. اسباب ضعف السمع الحقيقه كتير جدا، بتبدا من التهاب العصب لغايه شويه برد صغيرين عملوا ميه ورا الطبله، عملوا مشكله. وعلاجها بيبقى ابسط من كده، ان احنا بنركب انبوبه صغيره جدا في الودن بتقعد لها كام شهر وتتشال. كل ده والعيان ممكن ياخد ادويه لمده شهر وشهرين ثلاثه وما فيش اي نتيجه. عشان كده علاج الميه للعيانين الكبار انبوبه، ودي حاجه بسيطه جدا. النهارده احنا معانا حاله مدام زينب من دمنهور، حصل لها مشكله وميه ورا الطبله. لكن الحقيقه انا جايبها النهارده عشان حاجه واحده بس، عشان اوريكم نتيجه تحسن الميه اللي ورا الطبله في عيان كبير لما بنركب له انبوبه، شكل التحسن شكله عامل ازاي. انا النهارده قصدت اجيب مدام زينب بعد العمليه بنص ساعه، هتشوفوها وهي بتتكلم مدروخه شويه، لا لسه فايقه من البنج، ما خلصتش يا دوبك نص ساعه. نشوف مدام زينب وشكل التحسن بعد ما عملنا لها الانابيب، وشكلها والوش راح والسمع رجع بكتير جدا، احسن من قبل العمليه. نشوف مدام زينب ونرجع مره تاني. ايوه انا زينب كامل ابراهيم، 45 سنه، من مدينه رشيد، وبقالي عمر طويل بشتكي من ضعف السمع، ورحت عند دكاتره كتير كتير ولغايه ما عثرت الدكتور هشام، وبعدين جيت لحضرته في عياده دمنهور وعمل لي عمليه الانابيب، والحمد لله خارجه بقالي نص ساعه من العمليه، لسه خارجه من وقت العمليات، وحاسه ان سمعي اتقدم كتير في المية، 50% عن الاول بكتير بكتير. وما بكم من نعمة فمن الله. شفتوا حضرتكم مدام زينب، انا قاصد ان اجيبها بعد العمليه بنص ساعه، لان نتائج عمليات الانابيب في الود بتبان بعد العمليه على طول، والحمد لله شايفينها مدروخه وبتقول الحمد لله نتيجه عمليه 50-60% دوبك من نص ساعه. امال لما تفوق ونشيل الشاشه اللي على ودنها ويبتدي الالتهابات تقل، بفضل ربنا اتحسنت، وبفضل ربنا تحسن 100%. الحقيقه وقتنا كالعاده خلص بسرعه جدا جدا، وبفكركم مره تاني بمواعيد حلقاتنا كل يوم سبت الساعه 5 بعد الظهر، وبفكركم بمراكزنا المنتشره داخل وخارج مصر. داخل مصر المركز الرئيسي بنستقبلكم اهلا وسهلا بيكم في 85 شارع السودان في المهندسين، وفي المركز الرئيسي في توين تاورز المركز الطبي في الشيخ زايد على المحور المركزي، الى جانب عياده دمنهور في شارع عبد السلام الشاذلي، ودار الشفا في الاقصر، ومركز الاطباء في اسوان، الى جانب طبعا عيادة الدخلة. وبفكركم مرة تاني وكل أهلنا وحبايبنا اللي موجودين في السودان، إن أنا بروح السودان إن شاء الله كل شهرين. الزيارة الجاية هتكون آخر الشهر ده بإذن الله، 28 1 و2 و3 شهر 3 بإذن الله.
نقول بقى الختام بتاعنا: اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحيات حكيم الأنف والأذن دكتور هشام إبراهيم. Ah.